صحة وسعادة. المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج ارتأت الهيئة أن يكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. في هذا البرنامج نقدم جميع الموضوعات الطبية التي تشغل بال الجميع، فيها المعلومات وفيها الحوارات وفيها اللقاءات وفيها الأخبار كذلك. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. أنا محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج الأستاذة ميثة بن بيات، وفي التنسيق أشواق مسعد، وأيضا فريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي. مثل ما عودناكم دائما تطالعنا الصحف المحلية والعالمية مجموعة من الأخبار نبدأ فيها. أول خبر لليوم خبرنا يقول: صحة دبي تفحص 2 مليون شخص للتأكد من لياقتهم الصحية. استقبلت مراكز فحص اللياقة الطبية في هيئة دبي ما يزيد على 2 مليون مراجع العام الماضي، بزيادة 21% عن العام 2014. وأفاد تقرير للهيئة صدر أمس بأن فحوص اللياقة الطبية تجرى في 16 مركزا رئيسيا وفرعيا موزعة على مختلف أنحاء الإمارة. وبيّن أن مركز المحيصنة للفحوص الخاصة باللياقة الطبية استقبل خلال العام الماضي 1 مليون مراجع تقريبا، واستقبل مركز الكرامة 366 ألف، وبلغ عدد المراجعين في مركز الخوانيج 15 ألفا، وقدر العدد في مركز المنخول 14 ألفا، واستقبل مركز الطوار 13 ألفا، ومركز الصفا 41 ألف، ومركز الليسيلي 8 ألاف، ومركز البدع 14 ألفا، والمركز المالي 9 ألاف، ومركز المطار 3 ألاف، ومركز قرية المعرفة 65 ألف، ومركز المنطقة الحرة في جبل علي جافزة 55 ألف، والمنطقة الحرة في مطار دبي دافزة 10 ألاف، وطيران الإمارات 27 ألف، والجوز 357 ألف، ومركز الراشدية 10 ألاف مراجع. طبعا أوضح التقرير الخدمات والخيارات المتعددة التي تقدمها الهيئة للتسهيل على المتعاملين، مثل خدمة 4 ساعات لاستخراج شهادة الفحص، وخدمة 24 ساعة، وخدمة 48 ساعة، والخدمة العادية، وخدمة تواجد التي تتضمن الانتقال للحالات التي سيتم فحصها في مواقعها. وذكر أن خدمة الحصول على نتيجة الفحص الطبي خلال 4 ساعات استفاد منها في العام الماضي 111,751 متعامل. خدمة 24 ساعة استفاد منها 92,680 مراجع. خدمة 48 ساعة 400,891 مراجع. والخدمة العادية استفاد منها 1,446,480 مراجع. أحس الخبر وأنا قرأت أن أعلن نتائج الثانوية العامة عموما، لأن الأرقام هذه جدا مهمة وتبين لكم حجم العمل اللي يقومون فيه الزملاء في إدارة اللياقة الصحية. أيضا عدد المستفيدين من خدمة تواجد بلغ العام الماضي 24,632 شخص من مختلف أنحاء دبي، بزيادة 68% على العام 2014. إذن الهيئة تؤكد أهمية هذه الخدمة اللي تهدف إلى توفير الوقت
والجهد ومشقة التنقل إلى مراكز فحوص اللياقة الطبية في دبي من خلال الوصول إلى المتعامل في أي مكان ضمن حدود إمارة دبي، سواء كان في مقر العمل أو المنزل أو أي مكان آخر مثل ما ذكرنا في ضمن حدود إمارة دبي. الآن ما ننتقل شوي لخبر آخر، خبر علمي يفيد أن العلماء اكتشفوا نوعا من المواد السكرية المفيدة في الخضروات الورقية. هذه المواد السكرية الموجودة في الخضروات الورقية تتغذى عليها البكتيريا والفطريات وغيرها من الكائنات الحية، كما تتغذى عليها بكتيريا الأمعاء التي تمنع البكتيريا الضارة من البقاء في الأمعاء. هذه المادة المفيدة اسمها سولفوهينيفوزا، حسب قول باحثين من استراليا وبريطانيا بأنها مفيدة جدا، موجودة في السبانغ، وإضافة إلى هذا تحمي الخضروات الورقية يعني من حصول اضطرابات في الوظائف المعرفية، حيث تبين من نتائج التجارب التي أجراها العلماء أن الأشخاص المتقدمين في العمر الذين يتناولون بصورة منتظمة الخضروات الورقية هم أقل عرضة للإصابة باضطراب الوظائف المعرفية. طبعا الخبر ما ذكر الحين هل الرويد والجرجير وهاي الخضرة اللي نحن ناكلها ونزرعها ضمن هذه الخضروات الورقية ولا لا، بس هم ذكروا السبانخ بالتحديد. عموما خبر ثالث بعد جميل جدا ارتيت اني انا يعني اقول لكم اياه، وهو خبر علمي. ابتكروا العلماء طريقة جديدة في تشخيص جميع مراحل سرطان الجلد من دون تدخل جراحي، وتوصل إلى هذه الطريقة علماء من سويسرا من خلال مراقبة تعفن قشرة الموز، حيث ابتكروا ماسحا ضوئيا قادر على تشخيص درجة الإصابة، ويأملون أن يصبح بالإمكان استخدامه لتدمير الخلايا السرطانية في المستقبل. يقول العلماء أن إنزيم التريزونيز الموجود في قشور الموز يزداد إفرازه مع عملية تعفن هذه القشور، وهذا الإنزيم تبدأ خلايا الجسم بإفرازه عند الإصابة بسرطان الجلد، عفانا الله وإياكم إن شاء الله، والله يبعد الشر عن جميع المستمعين ويشافي كل المصابين. طبعا قلنا أن هذا الإنزيم تبدأ خلايا الجسم بإفرازه عند الإصابة بسرطان الجلد، والبقع التي تظهر على جلد الإنسان عند الإصابة بالسرطان والتي تظهر على قشرة الموز متساوية في القياس تقريبا. يعني باختصار قشور الموز المتعفنة ممكن تكون علاج لسرطان الجلد. هذه جولتنا الإخبارية في بداية حلقتنا اليوم. إن شاء الله بعد الفاصل بتكون عندنا يعني وقفات مع العديد من المواضيع الصحية، منها بعض الخدمات ومنها بعض الأمور اللي ممكن احنا نوعيكم فيها من خلال استضافة عدد من المداخلات عبر هذه الحلقة. أيضا مستمعينا أحب أذكركم اللي حاب يتشارك معنا في هذه الحلقة بأي استفسار، أي ملاحظة، أي اقتراح، يقدر أنه يتصل على رقم 600-551-414 أو أنه يطرش لنا رسالة نصية على الرقم 4006. فاصل مستمعين وما نرجع لكم. صحة وسعادة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة. مستمعينا، تعمل هيئة الصحة بدبي يعني على إسعاد المتعاملين معها وتحقيق رضاهم بتوفير سلسلة من الخدمات الطبية المميزة التي تفوق توقعات المتعاملين، وذلك في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة، من بينها مستشفى لطيفة الذي يعني يشهد تطورات متسارعة في نوعية الخدمة وجودتها، والتعرف على متطلبات الجمهور من خلال العديد من البرامج اللي يسعون دائما إلى
أخذ رجع الصدى من قبل الجمهور. وأيضا يعني دائما ما تكون هذه الخدمات اللي يوفرها المستشفى مطلب عند العديد من الناس. الآن نحن نبغي نتعرف على المزيد عن هذا الموضوع ونركز حقيقة على بعض الخدمات اللي موجودة. فبتكون معانا على الهاتف الأستاذة مريم إبراهيم السلمان، رئيس قسم علاقات المتعاملين بمستشفى لطيفة ومدير أجنحة البستان في المستشفى. حياك الله معانا يا مريم. السلام عليكم. هلا أخي محمود. يا هلا. أستاذة مريم، أول شيء يعني الواحد يشوف أن في أجنحة اسمها البستان في المستشفى، خلينا ناخذ فكرة عامة عن هذه الخدمات اللي حقيقة يعني هي أقرب إلى الخدمات الفندقية اللي موجودة في مستشفى لطيفة. متى بدأت هذه الخدمة وشو هي هذه الخدمة بالتحديد؟ إن شاء الله. أخي محمود، في البداية أشكرك على تسليط الضوء على خدمات مستشفى لطيفة ككل، وبالنسبة لأجنحة البستان طبعا تماشيا مع مبادرات حكومة دبي للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة في الهيئات الحكومية، دشنت هيئة صحة دبي بتاريخ 14/4 في سنة 2011 أجنحة البستان الخاصة، والتي تعتبر خدمة فندقية مثل ما تفضلت وقلت ذات رفاهية عالية من فئة الخمس نجوم، تقدم خدمات رفيعة المستوى ومزودة بأحدث الأجهزة المتطورة في الرعاية الصحية والفندقية. وطبعا بما أن الزهور تعتبر مصدر للسعادة والبهجة، تم اختيارها لتحمل أسماء الأجنحة، وبذلك يكون لكل كل جناح على اسم زهرة من الزهور مثل جناح البنفسج، جناح التوليب وجناح الياسمين. بالنسبة لعدد الأجنحة المتوفرة حاليا عندنا أخي محمود، حاليا لدينا 15 جناح مقسم إلى 3 فئات، الغرف العادية والأجنحة المتوسطة والأجنحة الكبيرة بالنسبة للمساحة. طيب الخدمات اللي يتضمنها كل جناح يعني من بين الأجنحة هذه، خلينا نمشي على جناح جناح أو فئة فئة، شو التقنيات سواء كانت خدمات طبية ولا خدمات فندقية؟ هل هي مرتبطة فقط بالمساحة ولا هنالك المزيد من الخيارات أو الرفاهية اللي موجودة في مثل هذه الأجنحة؟ هو أخي بالنسبة للمساحة احنا طبعا حددنا الأجنحة، ولكن بالنسبة للخدمات تقدم لجميع الأجنحة، بالإضافة طبعا إلى الطاقم الطبي وطاقم التمريض ذوي الخبرة العالية في المجال الصحي في مستشفى لطيفة. أجنحتنا مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية ووسائل الاتصال وخدمات الرفاهية مثل الإنترنت المجاني والقنوات 400 قناة متنوعة ومستحضرات النظافة الاستخدام اليومي كما في الفنادق الخمس نجوم وتوصيل الأدوية داخل الأجنحة. كذلك إحنا نستقبل ضيفتنا المريضة بسلة فواكه وجرايد يومية ومطبخ تحضيري خاص بكل جناح، وهناك أخوي محمود موظفة خدمة متعاملين موجودة داخل القسم تقوم بالمرور اليومي للتأكد من رضا العملاء وتحقيق رقاباتهم اليومية، وتقدم لهم الخدمات المختلفة مثل إصدار الشهادات، شهادات الميلاد، البطاقات الصحية، التقارير الطبية ونماذج التأمين الصحي، وتخلص جميع إجراءات الدخول والخروج داخل الجناح. ممتاز. طيب كيف يقدرون يحصلون على هذه الخدمات؟ ممكن إذا لمرافق المريضة زيارة مكتب علاقات المتعاملين لزيارة الموظفة الموجودة داخل القسم، والتأكد طبعا من توفر الأجنحة اللي ترغب فيها المريضة بالإقامة فيها، ويتم التنسيق عن طريق مكتب خدمة المتعاملين أو مكتب إدخال المرضى. طيب السؤال المهم الحين، تفضلي أستاذ مريم. حسب المتوفر هذا في هاك اليوم اللي بتزور إن شاء الله المريضة في المستشفى. إنزين، أنا الحين أبغى أسأل، أعتقد السؤال اللي يدور في بال معظم كم في فلوس؟ شو هي رسوم الحصول على هذه الخدمة؟ بالنسبة أخي محمود للرسوم تتراوح الأسعار بين 1300 درهم إلى 4000 درهم لليلة الواحدة، طبعا على حسب مساحة الجناح، يعني تم اختيارها الجناح ونقدم لها الرسوم التي مقابل كل جناح. مثلا يعني حسب الغرف العادية اللي هي اللي تكون الستاندرد هاي ب 1300 درهم لليوم، وفي الجناح الأكبر مساحة اللي هو بيكون 3000، والجناح الملكي الكبير اللي هو ب 4000 درهم. طيب هل هذه الرسوم مو بغالية شوية ولا هي مناسبة حسب سوق العمل ولا شو بالضبط؟ والله هو تم
دراسة السوق العمل الموجود والقطاع الخاص الموجود، وعلى أساسه تم دراسة الموضوع ووضع الأسعار. طيب، وهذه الأسعار اللي هي موافق عليها من قبل الهيئة، وأيضا اللي بالعكس إذا تقارنها بالمستشفيات الخاصة الأخرى نجد بأن الأسعار معقولة. 25% ظني أقل. هي يعني بالمستشفيات المعروفة هي الموجودة حاليا في السوق. طيب الحين بتكلم على نسبة الإشغال لهذه الأجنحة، يعني مريم عشان نكون صريحين شوية أكثر في هذا الموضوع، نسب الإشغال دائما ما نحصل أن وايد ناس يتصلون فينا نبغي غرفة في البستان، نبغي غرفة في البستان، فيعني والله اللهم لك الحمد في محمود نسبة الإشغال عندنا 100%، وهناك ساعات فعلا يكون في ويتنج ليست، و يعني الحمد لله الحمد لله نسبة الإشغال نعتبرها 100%. وحاليا نحن نقوم بدراسة إن شاء الله، يعني حاليا بالأيام الجاية بالنسبة لخطط التوسعة عندنا بلان A وبلان B، حاليا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بيكون بصدد البدء بصيانة عامة للأجنحة وإضافة خدمات جديدة وإظهار الأجنحة بحلة جديدة. بالضبط. كم عدد الأجنحة ذكريني مرة ثانية؟ 15 جناح. طيب يعني بما أن نسب الإشغال 100%، فهني أنا أعتقد أن مسألة التوسعة وايد ضرورية في مثل هذا النوع من الخدمات، لأن أعتقد أن يفترض أن في القريب العاجل نشوف توسعة عندكم في هذا المجال، نبشر الناس بهذا الموضوع ولا لا؟ بالفعل احنا حاليا نقوم بدراسة عن نسبة الإشغال ومدى احتياجات العملاء لأجنحة أكثر، شو العدد المفترض أن يكون في زيادة، ونرفع إن شاء الله لإدارة العليا للدراسة واعتمادها. طيب مريم، من خلال يعني تعاوننا مع مستشفى لطيفة في العديد من الملاحظات اللي تأتي من قبل الجمهور المتعاملين، سواء من خلال البرنامج أو حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى كذلك من خلال الصحف، يعني هذه القنوات كلها، ألاحظ للأمانة هناك استجابة سريعة لكل هذه الملاحظات من قبل مستشفى لطيفة، ودائما ما يسعون إلى تطوير هذه الخدمات. الآن إذا بتكلم على مستوى التواصل مع قسم علاقات المتعاملين في مستشفى لطيفة، كيف تقدمون خدماتكم للجمهور، وكيف ممكن يعني الشخص اللي يزور المستشفى ممكن أنه إذا حب يبدي أي ملاحظة أو أي اقتراح، شو اللي يسوي وين يتوجه وكيف يقدمه وشو اللي يسوونه بالضبط؟ إحنا الحمد لله عندنا قنوات تواصل مع الجمهور عديدة، منها موظفين خدمة المتعاملين اللي متوزعين على المستشفى كامل، في عندنا في الطوارئ في العيادات وفي في المكتب الرئيسي وداخل الأقسام، موظفين علاقات المتعاملين يقومون بالمرور اليومي على مرضانا والتعامل والتواصل وياهم وتلبية احتياجاتهم اليومية إذا كان في هناك احتياجات يومية. وبالنسبة عندنا وصل صوتك وصل صوتك، هذه بعد يعني طريقة من طرق التواصل مع الجمهور. وفي عندنا السايت الخاص بهيئة الصحة، ممكن يتم عن طريق التواصل معنا، وممكن التواصل المباشر مع جميع موظفينا احنا هنا في الإدارة، نرحب بأي عميل أو أي مريض ممكن عنده أي ملاحظة أو أي اقتراح، بالعكس نحن نرحب بأي واحد منهم. وايد مهم عندنا أن نحن نطور خدماتنا بالجمهور. طيب الأستاذة مريم السلمان، مريم إبراهيم السلمان، رئيس قسم علاقات المتعاملين بمستشفى لطيفة ومدير أجنحة البستان بالمستشفى، دائما أنا أقول حق الضيوف اللي عندي كلمة أخيرة تبغون تقولونها، يعني في حال ممكن نسيت محور، نسيت أتكلم عن شغلة، تبغين عندك إضافة، كلمة تبغين توجهينها، أترك لك المجال في آخر سؤال، كلمة تبغين توجهينها. جزاك الله خير أخوي محمود، كفيت ووفيت، وإحنا تحت أمركم في أي وقت وتحت أمر الجمهور وموجودين لخدمتكم، هذا واجبنا. مريم قبل أسكر، في رقم للتواصل معاكم؟
في عندنا في أجنحة البستان 2193958، هاي خدمة المتعاملين يقدرون يتواصلون معهم. وفي عندنا عيدي الرقم مرة ثانية مريم، 219-3958. وفي عندنا الرقم الرئيسي المباشر لمستشفى لطيفة، هم يقدرون يتواصلون عليه 324-1111 ويحولهم على أجنحة البستان أو على أي مكان حابين يتواصلون يعني. أيضا بالإضافة إلى هذه الأرقام أنا بعطيهم رقم الكول سنتر الخاص فينا اللي ممكن الواحد يتصل لكل الاستفسارات اللي يبغي يوجهها للهيئة، اللي هي 800-DHA-800-342. مريم مشكورة والله، يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم العافية على جهودكم، واستمروا. ما نبغي أي حد يطلع زعلان من المستشفى لطيفة. إن شاء الله هذا هدفنا إن شاء الله يا رب. وعادة تبغين الصدق يعني الواحد بيطلع فرحان من المستشفى اللطيفة، لأن هذا هو منبع الفرحة سبحان الله، تبتدي من المستشفى اللطيفة المولود الجديد إن شاء الله يا رب. الحياة إن شاء الله. مشكورة يا مريم، يعطيكم العافية. محمود العفو. كانت معنا الأستاذة مريم إبراهيم السلمان، رئيس قسم علاقات المتعاملين بمستشفى اللطيفة ومدير جنحة البستان بالمستشفى. كانت عندنا مداخلة ولا طيب؟ عموما نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل، عندنا موضوع شيق جدا مع واحد من الأطباء الجميلين اللي بنحاول نطلع من المكان اللي هو فيه على أساس ناخذ من وقته ونتعرف أكثر على بعض الجوانب الخاصة ب يعني الأمراض الجلدية. خلكم معانا في بداية الحلقة، كنا نتكلم عن قشور الموز المتعفنة قد تعالج سرطان الجلد. بعد الفاصل في عندنا موضوع يعني جميل ما نتكلم عنه، بتعرفونه اللي يبغي يستفيد حقيقة ممكن يعني يتواصل معانا على أرقام الهواتف اللي تعرفونها أو عن طريق الرسائل النصية 4006 حول الموضوع اللي ما نتكلم فيه عقب الفاصل. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وهذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل نحن كنا وعدناكم أننا نطرح موضوع جدا مهم، قلنا يعني اللي كان يتابعنا في بداية الحلقة يتذكر خبر قشور الموز المتعفنة اللي بتساعد في علاج سرطان الجلد. نحن يعني من هذا الخبر اللي ذكرناه في بداية الحلقة منتوجه يعني إلى موضوع جلدي آخر وهو الصدفية اللي تناقشه العيادة الذكية التي تقام حاليا وتنظمها هيئة الصحة بدبي يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع. اليوم الحلقة مخصصة أو العيادة مخصصة لهذا للحديث عن هذا المرض، وفي العيادة أيضا هنالك استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية بدبي اللي نحن سحبناه شوية برا على العيادة على أساس نتكلم معاه ونستغل هذه الفرصة بتواجده في هذه العيادة التوعوية إلى الحديث عن مرض الصدفية. مرحبا دكتور. مرحبتين يسعد صباحكم. يا هلا مرحبا. صباح الخير يا دكتور، وخلنا ندخل في الموضوع على طول. دكتور يا ليت تتحدثنا عن مرض الصدفية ولماذا يعد هذا المرض من الأمراض الجلدية المزمنة. هو طبعا الصدفيه احنا كنا في السابق نقول مرض جلدي، حاليا في يعني السنوات الاخيره شفنا هذا المرض ليس فقط محصور بالجلد بل يصيب الاعضاء الداخليه حتى في الجسم، لذلك نسميه مرض جلدي عضوي. اكيد يمكن اعراضه تظهر اكثر على الجلد بشكل بقع حمراء مغطاه بقشور بيضاء او حتى تكون مايله للون الفضي، والاغلب نحصلها على المضفقين وعلى الركب وحتى فروه الراس
بشكل قشور تكون سميكة، لأن يمكن كثيرين يعانون من القشرة موجودة في الرأس مش معناته أنهم مصابين بالصدفية، فصدفية الرأس عادة تكون مغطاة بقشور تكون جدا سميكة. وكذلك إصابة الأظافر، الأظافر يعني بشكل كبير بالمصابي مرضى الصدفية نلاقي الأعراض تكون موجودة في الأظافر. مصابي مرض الصدفية يعني دائما يكون معرضين لأمراض أخرى تكون مصاحبة، وهو مرض عضوي المناعة تلعب في دور كبير، أو الوراثة بالتحديد تلعب في دور كبير. لذلك نشوف معظم الناس اللي عندهم صدفية نلاقي أحد أفراد العائلة عنده مرض الصدفية. ويمكن ذكرنا قبل شوي في العيادة الذكية كنسب مئوية، يعني عامة الناس 2% معرضين لإصابة الصدفية. من هذين 2% 40% إذا كان طبعا كلا الوالدين مصابين بالصدفية نسبة احتمالية إصابة الأطفال تصل إلى 40%، إن من إذا كان كلا الوالدين مصابين بالصدفية 40% ممكن الأطفال يصابون بالصدفية. إذا كان أحد الوالدين مصاب بالصدفية النسبة طبعا تقل تكون 14%، وإذا كان أحد الأخوة مصاب بالصدفية النسبة تكون تقريبا حوالي 6%. لذلك العامل الوراثي يلعب دور كبير في مرض الصدفية. وإحنا الصدفية دائما نقول الصدفية وتداعيات الصدفية، مثلا مريض الصدفية معرض لالتهاب المفاصل لنسبة توصل إلى 30%. لذلك مهم جدا أنا كطبيب جلدية أحيانا المريض يدخل العيادة يعني ما يخطر في باله يقول أنا هذا طبيب جلدية ليش أقول له أنا عندي والله ألام أسفل الظهر ولا ألام في اليد. لا، حاليا صار إجباري على طبيب الجلدية أنه يسأل المريض هل لما تصحى من النوم مثلا في الصباح تعاني من آلام في المفاصل، وإذا كانت الإجابة نعم لازم المريض يحول على طول مباشرة لأخصائي المفاصل بحيث أنه يتم إجراء بعض الأشعة لتأكيد تشخيص المرض. فإذا كانت طبعا هناك في صدفية المفاصل علاجي يتغير تماما، يعني وقتها طبعا الكريمات الخارجية الموضعية ما بتكون كافية، نحتاج وقتها لإعطاء أدوية تكون عن طريق الفم أو عن طريق الإبر. الحمد لله رب العالمين، يعني علاج الصدفية تغير تماما السنوات الأخيرة. ربما يمكن 10 سنوات في السابق كنا نقول المريض يعني يلا ما عليه تعايش المرض وهذا قضاء الله وقدره، نعم، لكن حاليا الحمد لله عندنا علاجات تصل لنسبة تحسن 100% بشرط الاستمرارية في العلاج. وهذه نقطة طبعا كثيرين من المرضى يمكن شوي تزعجهم، زين دكتور بتم طول العمر انا استخدم العلاج، نقول له يعني مريض مرض صدفية حال مرض السكري على سبيل المثال نمط حياة يعني يتحول عنده، نعم، ما دام هو ياخذ ابر الانسولين هو بخير ومعافى. فلذلك نفس الشيء بالنسبه لمرض الصدفية، واهميه اخذ علاج صدفية لتجنب تداعيات الصدفية. حاليا نشوف مرض الصدفية انتم ارتفاع في ضغط الدم، عندكم ارتفاع في السكر، ارتفاع في الدهون، السمنة، وهذه نقطة طبعا جدا مهمة. يمكن أحد الأسئلة طرحت الحين قبل شوي عندنا في العيادة الذكية، دكتور هل السمنة ومساكين الامتان دائما هم مبتلين بأشياء كثيرة؟ نقول لهم نعم، مريض اللي عنده زيادة في الوزن للأسف شدة الصدفية تكون أكثر والاستجابة للعلاج يكون أقل. لذلك مهم لمرضى الصدفية استغلال حاليا الحمد لله الجو عندنا جميل ممارسة الرياضة، وسبحان الله يعني الرياضة تحسن من العامل النفسي اللي هو طبعا له بعد دور كبير في مرض الصدفية. أنا كده أبغى أسألك دكتور عن إذا كان الأمراض هذه لها علاقة بالعوامل النفسية، لكن قبل طرق لهذا المحور دكتور أنا أبغي أسأل دائما في مسائل العلاج، بما أنك تتحدث عن العلاج أنا اللي أعرفه في بعض العلاجات الموضوعية وفي علاجات خاصة بالجراحة وفي علاجات خاصة ب يعني تقنيات معينة، ما أدري على حسب نتذكر نحن قبل يحطوا لهم ليتات صفر ولا شيء اللي فيهم بعض الأمراض الجلدية، ففي علاجات بالضوء بعد كذلك في هذا المجال، يعني كل هذه الأمور أبغى أتكلم عن أنواع العلاج اللي أنتم تقدمونه أصلا في المركز، مركز الأمراض الجلدية، وأيضا العلاج للصدفية بالتحديد شو هي أنواع العلاج؟ احنا أخ محمود يعني بشكل عام نقول علاج الصدفية نفس الواحد لما يروح الخياط تفصل عليه مثلا اللبس بالضبط على الجسم نفس الشيء، حدد كندوره ولا بدله دكتور بالضبط. هذا يعتمد على اشياء كثيره، يعتمد على عمر المريض، يعتمد على جنس المريض، يعتمد الشخص متزوج غير متزوج، يعتمد على العلاجات السابقه، يعتمد على اماكن الاصابه. اكيد علاجي راح يكون مختلف تماما اذا عندي صدفيه
يعني باينة للعيان، شخص مثلا يشتغل في مكان ويتعامل مع جمهور ويتعامل أكيد هذا طبعا تخيل العامل النفسي. للأسف حصلنا بعض الناس اللي كانوا يعني طبيعة عملهم يتعاملون مع الجمهور، للأسف اضطروا بعضهم أن يغيرون طبيعة العمل تماما بسبب تأثير المرض الصدفية على على يعني التعامل مع الناس. فلذلك هي علاجه راح يكون مختلف تماما. يعني عشان نبسط على المستمعين، العلاجات المتوفرة علاجات خارجية بالكريمات الموضعية، وفي علاجات عن طريق الفم، وفي علاج ضوئي بالأشعة فوق البنفسجية، وكذلك توجد الأدوية الحديثة هي اللي نسميها الأدوية البيولوجية بالإبرة البيولوجية. الحمد لله رب العالمين، مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة في دبي في اختصاص الصدفية بالتحديد صار مركز مرجعي، مش فقط هنا في الإمارات حتى في المنطقة. الحمد لله رب العالمين كل العلاجات اللي تعني الصدفية موجودة من أول ما يتم موافقة على أي موافقة على أي علاج لعلاج مرضى الصدفية مهما كان يعني تكلفة العلاج. وللأمانة علاج مرضى الصدفية علاج جدا مكلف. يعني لو أعطيك مثال لأحد المرضى المصاب بالصدفية اللي يحتاج دول بيولوجي تقريبا ما يقل عن 100,000 درهم في السنة، 100,000 درهم في السنة لكل مريض. هذا بالإضافة طبعا للفحوصات والأشياء الأخرى. والحمد لله هذا علاج موجود لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها اللي يعملون أدنى هنا. الحمد لله الدولة موفرة هذا الشيء وبالمجان، وهذه نقطة طبعا جدا مهمة. وين في أي مكان في العالم صراحة، يعني إحنا أحيانا لما نحضر مؤتمرات خارجية في العالم المريض مثل ما يقولون تطلع عينه عشان يحصل على دواء من هذه الأدوية. والحمد لله أحيانا المريض في كبسة زر ينطلب للدواء اللي يناسب يعني ظروف حالته. الحين بعد وصلنا مرحلة نوصل للدواء للبيوت دكتور، هي تيك اوي وهم دليفري يعني ما شاء الله. لكن ما في شك يعني هني الطبيب هو المعني في هذا الشيء في اختيار العلاج. لأن أحيانا نلاقي مرضى وخاصة مع الانفتاح اللي صاير الحين في وسائل التواصل أشياء كثيرين يقرون مثلا في يعني في مواقع كثيرة دكتور أنا أبغي هذا الدواء، نقول لهم بالعكس الدواء هذا موجود لكم، لكن أنا كطبيب أقدر أحدد الدواء اللي يحتاج المريض. لأن أنا في منظور الطب دائما ننظر للفائدة مقابل الضرر. أحيانا إذا نظرنا أن الضرر راح يكون أكثر من الفائدة، لا هني أقول لا أنا أستغني عن هذا الشيء. وكذلك أحد يعني الحالات بعد كذلك الأشياء اللي نشوفها بشكل كبير في العيادة يجي المريض زين دكتور أعطني مضمون هالدواء أنه ما في أضرار، نقول له ما في دواء بدون أضرار. بس هني طبعا دور الطبيب بالفحوصات الدورية في تجنب المضاعفات مضاعفات الأدوية. لكن ما في شك العلم يتطور، العلم يتغير، أدوية كثيرة حديثة حاليا موجودة تصل فيها نسبة الاستجابة للعلاج لغاية 100%. 100% أعراض الصدفية تنمسح تماما بشرط مواصلة أخذ العلاج بشكل مستمر. لأن نلاقي أحيانا بعض المرضى للأسف يأخذون العلاج بعد 3 شهور 4 شهور الصدفية اختفت، خلاص يقول أنا بهد العلاج. إذا بتهدأ ترى ترجع الصدفية، وارد هذا الشيء. لذلك إحنا ما نبغي المريض يعني ينقطع عن العلاج مواصلة العلاج. كذلك اللي الرسالة اللي أوجهها صراحة لكل المصابين بالصدفية وحتى أمراض جلدية كثيرة، نمط الحياة الصحي جدا مهم في أمور الأمراض الجلدية. سبحان الله حالات كثيرة تتحسن مع العيش بنمط حياة صحي، الابتعاد عن التدخين، ممارسة الرياضة. كدراسات علمية كثيرة أثبتت أن ممارسة الرياضة لمريض الصدفية على الأقل 45 دقيقة في اليوم لمدة 4-5 أيام في الأسبوع تساعد إلى حد كبير في تقليل الحاجة لعلاجات كثيرة. فلذلك يشدون حيلهم، يعني هني ما شاء الله الجو جميل، الحدائق موجودة، الأشياء يعني ما قصرهم شيء. فنبغي نطلع من هذه يعني أحيانا الخمول اللي عايشين فيه بعض الناس، والعصر فعلا عصر الآيباد والأشياء اللي مثل هاي والقعدة وذكرنا حتى حين الأدوية ما شاء الله توصلهم بالبيت. لا نبغى الحركة، الحركة فيها بركة، يشدون حيلهم، لأن هاي راح يكون لها إن شاء الله يعني التأثير الإيجابي الكبير في حالتهم الصحية وحتى في النفسية. شوف الواحد وإحنا كنا يمكن نلاحظ هالشيء أحيانا، يعني لما نروح نمارس الرياضة ترجع البيت صراحة نفسيتي غير، ودك تسوي كل شيء. على طار النفسية دكتور، الرياضي يعني أخ محمود وتأكيد بعد والله أنا دائما أقول الرياضة أحلى شيء واحد ممكن يسويه في الحياة. بس دكتور على طار النفسية يعني هني بتكلم لأن الأمراض الجلدية بالتحديد، يعني إذا طلعت أحيانا حبة
في وي الحرمه ولا في ريايل بعد اذا طلعت لهم حبه بعد حاله الطوارئ هي يعني تصير عندهم ازمه ونفسيته ما ادري ايش قال تستوي هذه حبه. فما بالك اذا كان عنده مرض جلدي في هذا الموضوع. فهني ابغى اتكلم حتى على اكد على كلامك على مساله الرياضه كيف انه ممكن تساهم في تغيير نفسيه المريض. ولكن أيضا دكتور يعني الأمور النفسية اللي أنتوا تتطرقون لها لعلاج مثل هذه الأمراض الجلدية وكيف أن هذه العوامل النفسية قد تؤثر بشكل سلبي على الشخص. وأيضا بعد دكتور إضافة إلى هذا السؤال أبغي أعرف يعني هل هذه الأمراض أمراض الصدفية هي معنية بفئات معينة أو شرائح معينة في المجتمع ولا قد تصيب أي حد؟ هو طبعا الصدفية تصيب الجنسين بشكل يعني متعادل، مساكين دائما الإناث تكونون أكثر، لكن في هذا الموضوع الأغلب أنها تصيب يعني بنسب متقاربة للجنسين. يعني بالفعل تصيب الفئة العمرية عند البالغين أكثر من الأطفال، يعني نقدر نقول الأخذ الثالث من العمر من عمر يعني 25 سنة لغاية 40 سنة هذه الأكثر إصابة بمرض الصدفية. لكن في عندنا طبعا نشوفها في الأطفال ونشوفها حتى عند كبار السن، لكن غالبا في الفئة المتوسطة من العمر. ويعني ما في جنس معين وما في يعني عرق معين أنا مصاب أكثر، لكن يعني تتفاوت، وإحنا نشوفها صراحة بأشكال وألوان صدفية، لكن الأغلب أنها تكون في البالغين. نعم دكتور، يعني إذا ما نتكلم على أنواع الصدفية في لها أنواع معينة؟ نعم، هي الصدفية اللي ذكرناها أول ما نذكر كلمة صدفية اللي يخطر في البال على طول البقع الحمراء اللي تكون مغطاة بقشور سميكة في المرفقين وفي الركب وفروة الرأس وفي الأظافر. في نوعيات خاصة تظهر في الأعضاء التناسلية، في نوعيات خاصة تظهر فقط في الأظافر، في نوعيات حتى في الوجه، وفي يظهر وايد تعتبر بعد حالة طارئة الجسم كامل، يعني أكثر من 90% من الجسم مغطاة بإحمرار وكسور في الجسم. وهذه طبعا ما في شك هي الوضع النفسي للمريض. يعني حالات كثيرة صراحة يأتون المرضى يقولون دكتور إحنا لما نصحى من النوم يعني صراحة السرير يبغي له يمكن 10 دقائق لتنظيف القشور تكون موجودة. وهاي فعلا نشوفها حتى أحيانا عندنا في العيادة، الكرسي اللي يكون قاعد عليه المريض اللي عنده صدفية شديدة احتاج ان يعني اني انادي العامل من برا تعال نظف الغرفه، لان الغرفه انملت بقشور من مرضى الصدفيه. فتخيل حتى ان لما الصدفيه تصيب النساء خاصه احنا عندنا بلبسنا يعني مثلا الابي والشيل السوداء هذا يكون وضع جدا محرج للنساء. لذلك الحمد لله يعني العلاجات موجوده مثل ما ذكرنا اللي تخلي الواحد يعني يبعد نفسه عن العزله الاجتماعيه. حالات كثيره للاسف دخلت في عزله اجتماعيه تماما، في حالات كثيره ترفض يعني خاصه لما تكون في الفئات العمريه الاصغر سنا ترفض حتى الذهاب للمدرسه. اتذكر كان طفل كان يعني يرفض ان يروح حصص السباحه الموجوده عنده في المدرسه، لان فعلا الاطفال الاخرين كانوا يعيرونه بال الاسماء الموجوده عنده في الجسم. كذلك اتوجه يعني يعني رساله ونصيحه لمعظم الاباء والامهات، صراحه الكلام احيانا يكون قاسي في الاطفال، هم في اطفال في النهايه يعني ما يراعون الكلمة اللي طلعونها. لذلك هاي يكون دور الوالدين في يا عيالنا كونوا حذرين، لا تعايرون الأطفال الآخرين، الله يبتليكم إذا سمح الله في يوم من الأيام بنفس الشيء. فهذه نقطة جدا مهمة، لأن للأسف سبحان الله هذه تأثر في نفسية الطفل. يعني هم ما أقدر نلومهم أطفال، وأطفال أحيانا مثل ما قلت يعني نلاقي مثلا مرضى الثعلبة عندنا الأطفال لما يشوفون طفل ثاني أو أنت الأقرع، الكلمة أحيانا تأثر عليه وفعلا يرفض يروح المدرسة. وهاي هي دور الوالدين يعني مهما كان هذا الدكتور. الكلمة تأثر في الكبار الحين بالضبط، فما بالك في الطفل. هي طبعا، فلذلك هاي أنا أتمنى من الآباء يعني الله يحفظ عيالهم يعلمون عيالهم هذا الشيء، يعني أن تحملوا وتخبرون إذا شفتوا حد وصاحبوهم ورفعوا من معنوياتهم، الله إن شاء الله يعني يبارك لكم صحتهم ويوفقكم في الدراسة. هاي نقطة مهمة صراحة في مختلف الأمراض، يعني مش فقط محصورة لمرض الصدفية. اللي كنت أبغى أوصل له أن المريض هذا كان اللي يعاني من الصدفية يستحي يروح حصص السباحة لأن الأطفال كانوا يعايرونه. وحتى للأسف يعني كان جاتنا رسالة من المدرسة والمعلوم يعني المدرسين ما يعرفون عن طبيعة الحالة، الرجاء يعني التأكيد أن هذا المرض غير مؤذي. طبعا الصدفية مرض غير مؤذي، المرض الصدفية غير معدية سواء كانت شديدة ولا بمختلف أنواعها.
فيعني هذه تداعيات الصدفية كجانب نفسي. طيب دكتور، هني أنا أبغي يعني الأسأل بس في بعض الأسئلة اللي تتكلم عن بعض الأمراض اللي هي البرص والبهاق. نعم. شو هي هذه الأمراض وكيف إنها؟ تفضل دكتور. هو طبعا احنا عندنا بالعامية يتم يعني الخلط بين البرص والبهاق. الأغلب المعني في الحالات اللي تكون فيها يكون فيها الجلد لون أبيض وناصع البياض، هاي حالة بهاق وليست برص. البهاق المصطلح باللغة الإنجليزية اللي هو الفيتيلايجو، فهذا هو المعنى فيه. وعادة البهاق حصله بسبب يعني فقدان الخلايا الصبغية، وغالبا حصله مثلا حوالين العينين، مثلا حوالين الفم، حوالين الأنف، أو ممكن في الأطراف في اليدين والرجلين، وحتى أحيانا في كامل الجسم. البرص طبعا مثل ما قلت أحيانا يتم استخدام هذا المصطلح لأمور مختلفة تماما، فأتمنى أنا إزالة مسمى البرص من يعني مسميات كثيرة. وإحنا أحيانا حتى بعد بالعامية لما نلاقي بقع بيضة موجودة في الجسم، ما عندك بهق، لا، حالات كثيرة خاصة تكون موجودة بقع بيضة، في عندنا شيء يسمونه النخالة البيضة، هاي من أكثر المشاكل الشائعة نشوفها مثلا بسبب جفاف البشرة، بسبب التعرض لأشعة الشمس، وهذه طبعا تكفيها الترطيب ويكفيها الوقاية من أشعة الشمس. كذلك الفطريات أحيانا، عندنا نوعية خاصة من الفطريات نسميها النخالة المبرطشة، هاي تظهر ببقع فاتحة أو أحيانا غامضة، وهي كذلك حالات كثيرة يسمونها أن هذا بهق. لذلك البهاق المعني اللي هو البقع البيضاء ناصعة البياض، هذا المرض المناعي اللي هو الفيتيلايجو، حالة مختلفة تماما. فالبرص حالة مختلفة تماما. في شيء اسمه المهاق دكتور هو نفس بعد مختلفة تماما، هاي حالة مختلفة تماما. هاي بالنا نسوي حلقة خاصة دكتور معاك إن شاء الله، نتكلم على الأمراض الجلدية بشكل كبير، لأن أعتقد ممكن نفصلها يعني على صحيح، خاصة كمصطلحات يعني طبية، سواء كان عامية أو حتى باللغة العربية. أحيانا طبعا جيد ترجمة بعض الأمور الطبية، لكن للأسف أحيانا الترجمة تحول مسار التشخيص لموضوع آخر ويتم فهمه بشكل آخر تماما. طيب دكتور، أعتقد عندي أقل من دقيقة، كم عندي كم دقيقة؟ دقيقتين. أنزين، أنا كنت أبغى أتكلم عن المركز اللي عندكم، لكن بما أن يعني الوقت أزف، أبغى أعطيك دقيقة دكتور، لك الحرية، شو تبغي توجه من كلمة أخيرة؟ يعني أنا أتمنى طبعا الصحة والسعادة لجميع المستمعين وجميع يعني المقيمين على هذه الأرض الطيبة. الأمراض الجلدية طبعا طبيعتها أمراض مزمنة، وللأسف تحتاج طولة بال وصبر، فلذلك أتمنى من جميع المصابين الله يشافيهم ويعافيهم، وأهالي المصابين كذلك، يعني التحلي بالصبر. فعلاج الأمراض الجلدية يحتاج نفس طويل، والحمد لله رب العالمين، يعني أمور كثيرة نقدر نعالجها، وأمور كثيرة تختفي حتى مع عامل الوقت. فلذلك أتمنى التحلي بالصبر والمتابعة الدورية مع الأطباء، لأن أحيانا للأسف يصير إن المريض يجي وخلاص يهد مواعيده، وهاي بعد نقطة نعاني فيها في تخصصات كثيرة، اللي يأخذون المواعيد وما يلتزمون مواعيدهم. لا، أتمنى أن ما يأخذون مواعيد ناس آخرين هم بحاجة فعلا لزيارة طبيب الجلدية، وأتمنى مثل ما قلت يعني الصحة إن شاء الله للجميع. دكتور أنوار الحمادي، استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وسمح لنا طلعناك من العيادة الذكية، ونتمناكم التوفيق إن شاء الله. طبعا جزاك الله خير يا دكتور. طبعا مستمعينا اللي يبغي يتواصل أكثر مع الدكتور ومع العيادة الذكية، ممكن أن يتابع حسابات هيئة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي على الوسم العيادة الذكية، سواء في تويتر أو سمارت كلينك على باللغة الإنجليزية. أيضا ممكن يتابع العيادة بالصوت والصورة على برنامج البريسكوب على نفس الحساب DHA_Dubai. وبعد إن شاء الله يعني على الساعة 12 وحتى في هذه الأثناء بتكون في ومضات عن العيادة الذكية في حساب الهيئة على الإنستغرام، اللي هو نفس الشيء DHA_Dubai. ميتة بن أبيات، جزاك الله خير، مشكورة على الإخراج وتأشير لي خلص الوقت.
في الختام مستمعينا تقبلوا تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، ودائما نقولكم في الختام يعني إجازة سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.